اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ خدتوا انتوا بالكم؟ محشي، مفيش مقدمه، محشي. هنعمل محشي وفراخ، حله محشي كده ومعاها فرخه محمره وخلاص، مش عايزين حاجه تاني. يعني المحشي مش محتاج لا مقدمه ولا كلام كتير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي فلفل وبدنجان وكوسه. دايما بيكون معاهم كده ايه، يا بطايه كده مسلوقه ومحمره كده في السمنه البلدي، او انا اخترت بقى ان احنا ايه، يعني في الخفيف كده نعمل كده فرخه كده حلوه كده. هنعملها بطريقه لذيذه جدا، هتتحمر في الفرن كده، تاخد وش هتكون بالقشطه واللبن رهيبه. المحشي يمكن هنعمل كده مع بعض فكره مختلفه وفكره جديده. انتوا عارفين انا بموت في الترندات. هحب الترندات جدا واحب اجرب، بحب ان انا اي حاجه تعجبني تكون حلوه هتفيدكم، ليه ما نعملهاش؟ النهارده هنعمل مع بعض محشي الكيس. هنحشي كده المحشي بالكيس للبنات اللي هم سنه اولى طبخ، سنه اولى مطبخ، لسه كده داخلين المطبخ واول مره كده يعملوا محشي. ازاي هنعمل مع بعض خلطه محشي رهيبه، خلطه ماما على فكره، دي خلطه ماما. كمان عادي انتوا متعودين ان انتوا تحشوا بايديكوا، تمام زي الفل. زي ما قلت لكم البنات اللي لسه كده بادئين وهي لسه يعني ايه هيعملوا مثلا كميه بتاع الكلام ده، ازاي تحشوا المحشي بالكيس. ممكن تكونوا هو انتوا اكيد اول مره تشوفوا الفكره دي، بس انا متاكده ان هي هتعجبكم، هتكون حلوه قوي لو انتوا عاملين كميه كبيره، هتبقى طق 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 كده، هنشوفها مع بعض. قبل ما نبدا خلوني اقول لكم على الرقم بتاعنا 0238335227، ولو رقم دولي بقى هنزود قبل الرقم 00202 وبعد كده الرقم. يلا بينا على طول بقى. ننزل بمقادير خلطة المحشي اللي هي تقريبا هتكون لكل أنواع المحشي. يعني لو كرنب هقول لك الزيادات أو الإضافات كده، وإحنا برضو شغالين هنتكلم على الموضوع ده، الإضافات اللي أنت ممكن تضيفيها لو عملتي نفس الخلطة دي هتعمليها إزاي بالكرنب. طيب يلا بينا ننزل بمقادير المحشي بتاعنا، هتنزل على الشاشة دلوقتي. عندي نص كيلو من البدنجان، ونص كيلو من الكوسة، ونص كيلو من الفلفل الرومي. الخلطة خلطة بقى اللي هو بطل الحلقة النهاردة بقى، عندي كيلو من الرز المصري، اربع بصلات مفرومين، اتنين حزمة من الشبت، اتنين حزمة من البقدونس، حزمتين من الكزبرة، نص لتر عصير طماطم، تلات معالق كبار مليانين من الصلصة، سمنة، زيت، معلقة صغيرة من السكر، معلقتين كبار من الكزبرة الجافة، معلقتين كبار من البابريكا، معلقتين كبار من الكمون، معلقة صغيرة من الشطة، وشوية ملح، وشوية فلفل اسود. طيب انا عايزة اتكلم معلش في حاجة كده بخصوص اتكلم عن الخضر. الله لا، خليكوا كده تستعرضوا الالوان، شكلها حلوة قوي، راحتكم. بصوا بقى انا كاتبه لكم حزمتين ليه، هو حزمتين كتير، بس الفتره دي اليومين دول الخضره قليله قوي، يعني الحزمه قد كده صغننه، لازم تبقى حزمه ماليه مركزها. والله لو انت شايفه ان الحزمه سواء كزبره او بقدونس او شبت حلوه، شكلها حلو، ماليه مركزها والورق بتاعها كبير كده وشكله حلو، استخدمي حزمه واحده بس. لكن الفتره دي مش عارفه بصراحه السبب، مش عارفه ان الخضره قليله قوي، فعشان كده انا كاتبه لكم حزمتين. طيب انا عايزه اقول كمان مقادير الفراخ، هي فراخ على فكره هتبقى مسلوقه بس تكايه كده جامده قوي هقول لكم عليها، فيهاش حاجه يعني، هتكون عباره عن ايه، فرخه الحجم اللي انت عايزاه. هنتبلها ببصل مفروم وشويه ملح وفلفل اسود، وعلشان نسلق الفراخ بتاعتنا هنحتاج بصلايه، حبه واحده من الطماطم، جزره، فصين من الثوم الصحاح مش مفرومين، اربع فصوص من الحبهان، ورقتين لورا، وملح وفلفل اسود حب او بودره براحتكم، وعلى الوش بقى تاخد لها شويه لبن كده وحته قشطه بلدي. يا سلام سلام، منظر حلو قوي. طيب اول حاجه هنعمل مع بعض التسبيكه بتاعه المحشي. بصوا بقى هنجيب الحله، هنزل بشويه زيت، هنزل برضو بشويه زيت على الحله دي، تمام، شويه زيت كده. بصوا بقى بقول لكم ايه، ما حدش بقى يقعد يقول لي بقى ده لا سمن بقى وايه السمن الكتير، لا ده محشي معلش، يعني احنا مش هناكل محشي ونقول ايه نقلل في السمن بتاعنا. هاخد السمن، حطيت شويه زيت، دايما بحب ان انا احط ميكس كده ما بين الاثنين، شويه سمن كده، واول حاجه هنزل بيها هتكون ايه بقى، البصل المفروم يدبل معايا شويه.
يا ام مريم. ونسيب كده البصل. وعليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ام مريم؟ ازيك يا احلى شيف في الدنيا؟ انا كويسه يا ام مريم، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي. الله يكتر الف خيرك والله العظيم. وحياه ربنا بحبك قوي يا شيف قلي. والله انت يعني كلك ذوق والله. والله دي انت منوره بيتنا يا شيف قلي. حبيبه قلبي والله يكتر خيرك والله. والله يا شيف قلي انت الابتسامه بتاعتك حلوه. والله انت اللي جميله والله. والله بحبك قوي يا شيف قلي. شكرا يا ام مريم والله كلك ذوق والله. بحبك قوي وبحب كل وصفاتك كلها حلوه يا شيف قلي. يعني انا اللي بحبك وخدي القلب ده. وحلقه النهارده طول ما فيها محشي بتبقى رهيبه رهيبه، هتبقى حلقة حلوة إن شاء الله تعجبك بإذن الله. بحبك قوي يا شيف آلاء. أنا اللي بحبك قوي يا أم مريم والله. والله بحبك قوي. الله يخليكي. شكرا يا أم مريم. أنا قلت أسلم على حضرتك. والله يعني شكرا قوي وأحلى سلام وأحلى مكالمة. شكرا يا أم مريم. كلك ذوق، نورتيني. طيب بصوا بقى، التسبيكة بتاعة المحشي، خلطة المحشي، حطيت البصل هسيبه شوية على النار. الفرخه بقى هعمل فيها ايه؟ الفرخه هتتسلق عادي. بس دايما بتسالوني، والسؤال ده حتى اخر مره اتسالنا كان تقريبا اول الاسبوع تقريبا، كان حد متكلم كده وبيقول لي انا عايزه الفراخ علشان تبقى مسلوقه ازاي تبقى ادي لها طعم يبقى طعمها حلو. هقول لكم على الطريقه والله لذيذه لذيذه. بصوا بقى، انا عندي بصله مفرومه، بصوا بصله مفرومه عادي اهي. هحط عليها ايه يا صابرين بقى وانا بسلق الفرخه؟ صابرين. الو، ازيك يا صابرين؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله بخير. الحمد لله. قولي لي يا صابرين. لا انت جوحتينا كده. يا شيخه بقى انت بتثبتيني وانا لسه عملت حاجه. لا انت كده فتحتي نفسنا وانا هقوم نجيب بقى الحاجه ونعملها. والله يا شيخه ربنا يكبر بخاطرك والله. ربنا يخليك يا رب يا سيف. تسلم ايدك على اي حاجه انت بتعمليها. تسلمي يا صابرين والله كلك ذوق والله. قولي لي قولي لي عايزه تقولي ايه؟ حضرتك كنت عاوزه اعرف طريقه البيتزا ازاي؟ طريقه الايه؟ العجينه. طريقه الايه يا صابرين؟ انا مش سامعه. البيتزا. عينيا. حاضر حاضر يا صابرين. يا قلبي من عينيك. انا اول مره والله اكلم حضرتك والله ومش اخر مره بعد اذنك، كلميني على طول. حاضر يا صابرين. بصوا بقى، انا خلطت البصل مع الملح والفلفل. بصوا انا بدات، بصوا فضلت اعمل فيهم كده اهو، شايفين زي ما انتم شايفين كده. بصوا تدعكوا كده البصل بالملح والفلفل، بيبقى يا جماعه الحركه دي والله بتبقى حوار بصراحه. وبايدي بقى بالراحه كده بدات ان انا افصل كده ما بين الجلد وما بين اللحم. يا سلام، اتقطعت عادي بس واحده واحده اهو، شايفين اهو انا باباي باي جوه اهو. خلاص هاخد شويه بصل واحط كده ما بين الجلد وما بين اللحم، وهتاكله فرخه مسلوقه كده، فرخه بقى مسلوقه. يا سلام، بصوا انتوا كده ايه يعني، احنا كده دخلنا جوه الفرخه اهو ما بين الجلد وما بين اللحم بالشكل ده. انا عايزه من عند الصدر اهي زي الفل، شكلها حلو قوي. هعمل ايه كمان؟ هاخد كده شويه وهدخل كده جوه الفرخه ومن عند البطن بقى، وادهني بقى ادهني لي كويس كده جوه الفرخه بالشكل ده اهو. ام محمد. ازي حضرتك يا شيف آلاء؟ ازيك يا ام محمد، بتحبي المحشي؟ انا بموت في المحشي والله، وانا كمان انا بحب الكرنب قوي والله. بس انا بقى هتفرج على طريقتك النهارده علشان اعملها. انت عارفه انا مين الاول؟ ام محمد. انا سهى. ازيك يا سهى؟ امال قالوا لي ام محمد ليه؟ عشان محمد ابني اللي اتصل من الاول. والله اهو انت سهى. ايوه 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 ايوه. ازيك يا سهى؟ وحشتيني يا سهى. الله يسلمك. انا عايزه اقول لك حاجه بقى. قولي لي. خير؟ وحشاني مور. انا عايزه اخطف الواحده علشان اعرف اتصل عليك كل يوم. والله انت عسل قوي والله، ودمك خفيف والله بجد. والله العظيم نفسي اتصل عليك كل يوم. كل يوم حد مشغول، ربنا يحبب فيكي طوب الارض. يا حبيبه قلبي والله يا سهى انا بحبك، وانت وحشتيني قوي على فكره. والله العظيم وانت كمان يا شيف. انت عارفه ان كل يوم لما ما بعرفش اوصل حضرتك قولي انا بنام زعلانه. يا خبر ابيض. وحياه ربنا ببقى زعلانه موت. والله انت انا بحبك قوي على فكره، ده انا يعني بحبك قوي. انا بحبك كل يوم وبعمل كل وصفاتك وبموت فيكي يا شيف. انا مش عارفه اقول لك انا بحبك قد ايه. انا ببقى مش عارفه اقول لك ايه في مكالمتك والله. والله العظيم بحبك قوي قوي. ببقى مش عارفه اقول لك ايه. ده انا اللي بحبك قوي 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 يا سهى، وارجوكي كلميني على طول. انا امبارح في الثانوي. يا شيخه تعالي لي هنا بقى، انت ابنك ثانويه عامه؟ اه. لا طب انت زغراتي بقى.
ما انا هزغرط لك اول حاجه زغروطه، اول زغروطه ليه؟ يلا. الله حلوة قوي يا سيدي. زغروطه لعبد الله ايه؟ يلا زغروطه طويله بقى لعبد الله بقى، ده عبد الله بقى مش اي حد، ده زعل عبد الله منه. جات له، برافو برافو، حلوه قوي يا سوا، الف الف مبروك. والنبي يا شيف قلق ما تنسينا، نفسي اكلمك كل يوم. كل يوم كلميني، هستنى مكالمتك. ماشي، بحبك قوي قوي قوي. وخدي محمد ابني عشان ما يزعلش. اديني محمد بقى. لا كله الا محمد. ده محمد ده اللي في ثانويه عامه ولا ده غير عبد الله؟ اه لا ده عبد الله ولد ثانويه عامه. يا محمد، محمد فصل يا خساره. طب يا سوا كلمينا تاني، الخط فصل. الف الف مبروك يا جماعه. الحلقه امبارح كانت بجد بالنسبه لي مبهجه، على كم الزغاريط اللي سمعتها على الهوا دي كانت حلوه قوي. اللي يتكلم كده يزغرط بقى العنصر يا عم. بصوا بقى، بصوا البصل، بصوا لي البصل كده. ممكن ان البصل ياخد لون اكتر من كده، انا مش محتاجاه، هو كده حلو قوي. حابينه ياخد لون اغمق من كده، تمام قشطه ما فيش مشكله. هنزل بالصلصه وهقلب كده شويه اهو. بصوا بقى، انا قلبت كده الصلصه بالشكل ده. كل ما الصلصه على فكره تتشوح كده شويه مع الحراره. جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا في البيت هيكون عندكم وقت، يعني ما بين كل خطوه كده والتانيه اقعدوا دقيقتين، نعتبر ان فات دقيقتين. بصوا هعمل ايه، هاخد عصير الطماطم وهنزل بعصير الطماطم كده المركز ده وهقلب. حطيت صلصه وعصير طماطم، على طول شويه سكر هتعادل لي الحموضه بتاعه الصلصه. وانا بكلم سهى، انا عملت ايه؟ يا سهير. الو، ازيك يا سهير؟ خليك يا سهير. عندك ثانويه عامه؟ لا. لا طب خلاص مش هنزغرط يعني. انا بحبك قوي يا سهير. شكرا يا سهير، وانا بحبك قوي والله. قولي لي يا سهير. صباح على حضرتك يا حبيبه قلبي، ده احلى صباح والله. شكرا يا سهير، نورتيني نورتيني يا حبيبة قلبي. ماشي يا جماعة، الفراخ حطيت ما بين الجلد وما بين اللحم كده بصلة، دعكتها كويس قوي بملح وفلفل، معلقة سمنة كده أو معلقة زيت عشان هديها تشويحة من الجهتين قبل ما انزل عليها بمية. يعني أنا لسه هقلبها الناحية التانية وهنزل عليها بمية، والبصل والجزر الكلام ده كله هيطلع معاكي شوربة تحفة. طيب معلومة بسرعة عن الشوربة، لو انت مش هتعملي الحركة دي، حركة البصل وحركة الملح والفلفل والكلام ده، هتعملي ايه في الشوربة؟ افرمي البصل وحطي البصل يكون مفروم في الشوربة، بتحول معاكي الطعم تماما وبتخلي الشوربة بتاعتك تحفة. بصوا اهو، خدت كده وش من الجهتين. على طول هنزل بايه بقى؟ هاخد الجزر وهاخد البصل والطماطم والثوم، اخدهم كده وننزل بالثوم الصحيح ده اللي هيديني نكهه حلوه، والجزر والطماطم والبصل وخلاص. على كده على فكره انا اللي فاضل لي ان انا اخد ورق اللورة والحبهان وانزل بيهم، والفلفل الاسود الحصى. مش عندك فلفل اسود حصى؟ حطي عادي فلفل بودره مش هتفرق. اهو بصوا، فلفل اسود وحبهان ورق لورة، فلفل اسود حب او حصى. للاسف نزلت بكل الحركات دي، هعمل ايه بقى بعد كده؟ هستنى بس تاخد لي كده لون من تحت، وهاخد كده ميه مغليه وهنزل بيها، وهنا التسبيكه بتاعتي شغاله. بصوا عايزه لها بس غلوه دقيقتين وهنروح لفاصل بقى، ونرجع نحشي بقى نشوف حكايتك. ده انا عليا حاجات غريبه والله. يعني نروح لفاصل صغير وارجع لكم تاني، استنوني. يلا متحمسه عشان حلقه محشي بقى وكده. بصوا بقى، فاكرين الفرخه اللي احنا عشان ليه لسه فاتح؟ عشان تسلقي فرخه حلوه بشوري لي بصله وقلبيها كده مع شويه ملح وشويه فلفل اسود، حطي ما بين الجلد وما بين بطن الفرخه وما بين سوري وما بين لحم الفرخه، وبعد كده بايدك كده ودي دهنه جوه كده وحركات وبتاع. عايزه في الشوربه؟ انا عايزه الشوربه اصلا بينزل فيها. بصوا انا جم ياخدوا دي، قلت لهم بس سيبوا لي الشويه اللي في البوله دول. دي مهارات يا جماعة، مهارات. الحركات دي مهارات على فكرة، حد بيعملها مش مشكلتي بقى.
بصوا بقى شايفين، ماشي شايفين البواقي دي، انا بقى هنزل بيها في الشوربه وهتاكلي احلى فراخ مسلوقه في الدنيا في الدنيا. طيب انا طبعا ما حطيتش ملح وفلفل اسود، الملح ده مش كفايه طبعا، انا حط شويه صغيرين قوي، حط ملح ما شاء الله. بصوا يعني هي الفراخ على فكره ما طلعتش اي ريم خالص، شايفين ما شاء الله زي الفل، ما احتجتش خالص ان انا اشيل منها اي حاجه. شويه ملح مش شرط، لا 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 الشوربه مش لازم تغطي الفراخ على فكره، اهم حاجه ان الصدر يكون موجود تحت مش لفوق، علشان بيكون اسمك حاجه في الفرخه فياخد السوا تحت اكتر. شويه فلفل اسود اهو، بصوا اهو حطيت كده شويه مش كتير، وهقلب بقى كده وشويه شوربه. انا عايزه اعمل حاجه بقى، معلش بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه ادوق الشوربه. لا انا مش هعمل حاجه يعني، تخبرش. انا هاخد كده شويه شوربه وايه يعني. اه طبعا، الله والله العظيم ده شويه شوربه بيبان طعمها على طول. حته البصل المفروم يا جماعه اللي في الفرخه، او حتى لو انتوا مش هتحطوا بصل مفروم فيها، اسمعوني في الحركه دي، لو مش هتحشوا بطنها ببصل مفروم بملح وفلفل ما تحطوش البصله كامله زي ما انا حطيت في الشوربه، وفرموها في الكبه ما تقطعوهاش بالسكينه، بتفرق جدا جدا وبتخلي معاك شويه شوربه رهيبه. طيب يا اسماء. الو، ازيك يا اسماء؟ ازيك يا شيخه، عامله ايه؟ اسماء انا متحمسه قوي النهارده لحلقه المحشي بجد، انا مبسوطه قوي ان انا دخلت معاك، انا اول مره اتواصل معاك. والله مش اخر مره يا شيماء. عامله ايه؟ انا زي الفل، انت عامله ايه يا شيماء؟ والله أسماء. الحمد لله تمام، منوره الشاشه. والله كتر الف خيرك والله العظيم. والله بجد منوره الشاشه، مبسوطه قوي ان انا كلمتك وبحبك جدا جدا. حبيبه قلبي وانا بحبك جدا. متابعاك على طول على طول، متابعاك وبنفذ وراكي على طول. كتر الف خيرك والله العظيم، شكرا قوي. شكرا يا اسماء والله. معلش عايزه اسالك سؤال بس. طبعا اموريني. عايزه طريقه عمل اللانشون باسهل طريقه عشان عايزه اعملها النهارده. حاضر. فحبيت ان انا اسال حضرتك. حاضر حاضر، لو هينفع ان احنا ننزل الطريقه بتاعته وهقولها لك. حاضر، احنا عملناه مع بعض قبل كده يا اسماء، هقول لك على المقادير بتاعته، بس لازم تشوفي الحلقه علشان تشوفي خطواتها هتكون عامله ازاي، مش قصه مقادير وخلاص. هتكتبي على اليوتيوب لانشون الاقي الجبالي سنه اولى طبخ، هتظهر لك على طول الحلقه وانا هقول لك مقاديره، ولو يا سلام يا جماعه لو ينفع ان احنا ننزل بالمقادير بتاعته. بصوا بقى، بصوا لي كده التسبيكه، شايفين؟ الله، بصوا اول ما بتبدا تفصل كده خلاص على كده، هنزل بالكمون وهنزل بالكزبره وهنزل بالبابريكا. لو نستخدم بابريكا كتير في حاله ايه؟ في حاله ان لو الطماطم بتاعتك مش حمرا بكفايه، سنه شطه. بصوا طرف المعلقه، طرفين اهي بس كده. طيب ايه تاني؟ هقلب. انا هقفل النار على فكره على كده خلاص. هنزل بشويه فلفل اسود اهو وشويه ملح، وهدوق، انا لازم ادوق التتبيله، التسبيك، الخلطه. هقلب كده بالشكل ده، بلاش حطت الرز على النار دي، هاخد كده التسبيكه حلو قوي. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لونها حلو ازاي اهو؟ يلا. انا لازم بعد ما اخلص كل ده لازم ندوق وناخد بالنا من الملح، الملح لما يزيد مش هيبقى ليه علاج، لكن لو الملح قليل قشطه هيبقى ليه علاج عادي خالص. هعمل ايه؟ هحط الخضره بتاعتي. الخضره ما بتتحطش وهي على النار ليه؟ علشان لونها ما يغمقش معايا، ما تسودش وما تتبلش، لازم تتحط. انا كمان عايزه اقول لكم على حاجه، لو احنا شلنا الخلطه المحشي دي سيبها تهدى شويه، سيبوها كده تهدى كده دقيقتين كده ثلاثه كده ولا حاجه علشان ما تاخدش الحراره قوي. برضو هاخد كده الرز بتاعي وهقلب يا امل. شايفين بحط واحده واحده يا امل؟ الله على ريحه المحشي. يا امل ازيك يا امل؟ الله يخليك يا شيخ، ايه عامله؟ انا الحمد لله، انت عامله ايه يا امل؟ اسوان منورونا والله يا شيخ النهارده. والله شكرا يا امل، والله ما اول مره اتابعك والله يا شيخ. والله يعني ومش اخر مره، والله حباتك جدا من اول مره يا شيخ. والله كتر الف خيرك يا امل والله. ما شكرا، ما شاء الله عليك وما شاء الله على اللي انت بتعمليه. الله يخليكي يا امل، انت منوراني والله. الله يخليك بنورك يا شيخ. الله يخليكي، الله يخليكي يا امل. يا شيخ ممكن عايزه اعرف طريقه المكرونه البشاميل؟ عينيا الاثنين بس كده. حاضر،
عملنا هقول لك على طريقتها واحنا عملناها يا جماعه. لما اقول لكم على حاجه كده انا بقول لكم على الطريقه، بس معلش شوفوا الحلقه، لازم تشوفوا الحلقه كده. بصوا انا عايزه اقول لكم المقادير، يعني الحمد لله ان انا كاتباها لكم بالظبط بالظبط. انا بنزل حتى لو انا متاكده منها بس بنزل بيها واحده واحده. الاساس لازم ايه بقى؟ ادوق. محشي، محشي جميل قوي، ريحه المحشي قوي حلوه قوي تحفه. عارفين عايز ايه؟ انا على فكره مش بحب الشطه، مقادير المحشي اهي مش بحب الشطه، بس عايز لسعه، لسعه كده بصوا، لسعه مش محتاج اي حاجه. ممكن جماعه المقادير اهي نزلت، ممكن ازود شويه ملح، نص معلقه صغيره، نخلي الملح يعني احدق سنه من المزاج بتاعنا. تمام. طيب اخر حاجه شويه زيت، حوالي ربع كوبايه زيت كده. ايه بقى؟ هتنعنش معاكم الدنيا. الهون فين بقى؟ الله ده الهون اهو، بصوا بقى تكايه وحركايه كده بقى، بصوا لي عليها بقى. خلاص احنا عملنا خلطه المحشي، شايفين شويه توم. كده ومعاهم قرن كده فلفل، بس انا عايزه اعمل حركه كده في الهون. نعملها ليه بقى؟ علشان التوم كده والحركات اللي جوه ما تقعدش تتزحلق وتتنطر وتتخلط في وشنا وحركات. بص شويه ملح اهو ينشف كده مع الدنيا شويه بالشكل ده. نعم كده معايا شويه، انا مش عايزاه ينعم قوي يعني. خلاص عايزه انعم الفلفل شويه، فلفل قرن فلفل حار كده، مش لازم نحطه كله على فكره. بصوا كده انا هحط حته بس كده. اهو واخده كده وعلى الهون، بسم الله، وندق بقى. معلش على الازعاج يا جماعه. اهو ريحته ايه؟ انا خايفه اقرب عشان ما اعطس، بس عشان القرن الفلفل الحار بيخليني اعطس بصراحه. طيب انا بقى بصراحه بحب اعمل حركه، اصل ده محشي بقى، لا سباتشولا بقى حتى ولا ويسك ولا لا، بايدي بصراحه هقلب. بصوا تقليبه كده، الله اهو ظبط زوايا. بس شايفين الخلطه بقى اهي اهي، هنزل بقى بيها كده وهقلب هقلب هقلب مع شويه الزيت بالشكل ده. شكرا كده انا خلطه المحشي عندي جاهزه. طيب عايزه اعمل ايه بقى؟ عايزين نجيب الحله بتاعتنا. تكايه مهمه قوي، انا بس عايزه اروق بقى الدنيا كده بصراحه. تكايه مهمه قوي لما نيجي نحشي هقول لكم عليها. بلاش حت. يا حاجه فاطمه، ازاي حضرتك يا حاجه فاطمه؟ حاجه فاطمه طب معلش كلمينا تاني. حاجه فاطمه كلمينا تاني، اللي خط اتقطع معلش. طيب نجيب بقى جلوفز كده. حاجه فاطمه معانا؟ معانا حد يا جماعه؟ مش عارف. نعم ماشي، خط فصل. حاجه فاطمه معلش كلمينا تاني، مش عارف. بصوا بقى في كده فكره حلوه قوي هنحشي بيها المحشي، بس قبل الفكره دي لازم اوريكم الاساس برضو الاول. اولا الفلفل لما نيجي نشتريه بلاش يكون كبير، كل ما الفلفل البلدي الحلو الصغير ده بيكون مسكر ومعسل اكتر. اي محشي ما يكونش لا كبير ولا صغير، يعني مثلا انا ما اجيبش كوسه صغيره ليه بقى؟ عشان ما مش هحس بطعم الكوسه، وفي نفس الوقت ما تكونش كبيره بزياده عشان هتكون طعمها ماسخ. ماسخ يعني ايه؟ يعني طعمها ملوش طعم. نجيب الحجم الوسط، يعني بصوا الحجم ده، الحجم ده حلو قوي بالنسبه لي اهو. في ناس اهو الحجم ده مناسب قوي بالنسبه لي. والفلفل عايزه انقلكوا فلفلايه كده، الله على الحجم ده، بلاش يكون اكبر، يعني انا فيه كبير انا مش حابه الكبير ده.
هياخد كم رز كتير قوي، كمان مش هيكون مسكر معانا. ممكن قوي ان احنا قبل الحشوه بنعمل ايه، بنجيب بوله فيها ميه بملح ونروح حاطين المحشي فيها. خلاص يا منى. ايوه. ازيك يا منى؟ ازيك يا سيف؟ عامله ايه يا منى؟ انت صاحيه من النوم ايه؟ انت عامله ايه؟ انا كويسه، انت عامله ايه؟ انا بحبك قوي. والله العظيم ده انا اللي بحبك جدا يا منى، مش قادره اقول لك بحبك. والله الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ انا زي الفل الحمد لله. قولي لي قولي لي عايزه تقولي ايه؟ انا بحبك قوي والله، انا اول مره اكلمك. شكرا يا ما يا مل يا من يا منى. شكرا يا منى والله، ومش اخر مره يا منى، مش اخر مره. رحتي فين يا منى؟ انا معاك. انا بحبك موت والله. ده انا اللي ده انا اللي بحبك قوي. قولي لي عايزه تقولي ايه؟ لا انا بسلم عليكي بس حبيبه قلبي أكثر. والله كتر الف خيرك، والله كتر خيرك يا منى، نورتيني. بصوا يا جماعه هقول لكم على فكره حلوه قوي، حته ان بس مش هقولها دلوقتي لسه يعني، بس هوريكم الاساس الاول. لما نيجي نحشي المحشي بلاش الله يخليكم، حته بندخل ايدينا كده ونقعد نضغط على الرز، انا بتضايق من الحركه دي. حركه بسيطه جدا وسهله. بصوا بس احنا طبعا لازم، لان هو الرز مش بيبقى واخد راحته. بصوا اهي لما اخبطها، مش انا عايزاكم بقى يعني ايه بقى. بصوا لما انا اخد الرز ده اروح حطاه كده، في احيانا كده بنات بيروحوا ايه بايديهم يفضلوا زقين زقين، بعد كده نقول الله هو المحشي معجن ليه. انا شوف شوف حطيت الرز اهو، لما انا هاجي هخبطه دلوقتي هديله خبطه، بصوا هيروح لفين. بصوا بصوا اهو اهو، شايفين راح فين؟ هي كانت مليانه. اروح ايه استمر احط الرز وادي خبطه، خليكم معايا زي ما انتم، ادي خبطه اهو. انا عايزه ربع الكوسه يكون ظاهر اهو، ربع الربع الربع اللي فوق ده يكون ظاهر. تعالوا نعمل مع بعض واحده تاني، يلا بينا. بصوا هاخد الرز واحط بايدي اهو كده، ما انا ما بضغطش والله خالص، انا بس بزق كده بايدي بسيط قوي. هي كده مليانه اهي زي الفل، بس بصوا اديها خبطه، شايفين الرز راح لفين؟ رز تحت اصلا. اروح حاطه تاني كده. ما دي بقى حاجه بتخم شويه لو حد حتى لسه بادئ جديد. انا خلاص نزلت لاقيه ان ربع الـ ممكن احط حاجه تانية بسيطه قوي، ربع الـ المحشيه كده ظاهر خلاص كفايه، علشان الرز ما ينطرش بره ويبقى شكله وحش قوي وبيفضل بقى ينزل كده في الحله، بيبقى الموضوع مش ظريف قوي. طب لا، طب انا اوريهم الفكره. لا لا لا، ده بصوا بقى يا جماعه، استاذ حمدي بقى انا اقول لهم على فكره ظريفه قوي لبنات سنه اولى، سنه اولى طبخ بقى، سنه اولى مطبخ، سنه اولى، خلينا نقول سنه اولى محشي، اول مره تعملوا فيها محشي. بصوا تعالوا. هجيب كيس كده، معلش بقى ايه ده، اصل ده محشي بقى بهدله بقى. انا لو عليا والله اقلع الجوانتي عادي واتعامل بايدي، بس انا اصلا عندي بتكون عندي حساسيه كده من الطماطم والحاجات الحمضيه، فايدي مش بتستحمل بصراحه. يلا بصوا حط كده شويه رز او خلطه اهو، حط شويه تاني. نحط شويه كده تاني. بسم الله، بصوا لي بقى على الحركات. يلا بينا، لو عندك كميه، عندك عزومه كبيره، عندك بتشتغلي وبتعملي اوردر يعني بتشتغلي في فاتحه كيترنج وكده، ببساطه بصوا اهو شايفين بينزل ازاي. بس انا عايزه اعمل حاجه، نفس الحركه اللي انا قلت لكم عليها، ان انا هاخد كده المحشي واخبط شويه، انا عايزه اقطع شويه كده عشان برضو ما يتشلش اهو. يلا بينا، بصوا انزل بالحشوه خلاص، انا الموضوع خلص عندي. تعالوا نعمل مع بعض واحده تاني، يلا نعمل مع بعض واحده تاني ونروح لفاصل. بصوا اهو. طب انا هكمل، طب ما انا خلاص، طب بعد الفاصل، بعد الفاصل، طيب بعد الفاصل نرجع نكمل تاني كده، وانا هقعد بقى احشي كده زي ما انتم شايفين. فاصل صغير، استنوني.
رجعت لكم وبعد الفاصل افكار كده بسيطه وسهله ما تاخدش معانا وقت. على فكره حتى في الفلفل بصوا بديله خبطه كده بسيطه، ما نكترش قوي يا جماعه، ما نكترش قوي كميه الرز الله يخليكم، علشان تعرفوا المقياس تروحوا عاملين ايه، خبطينه كده خبطه ربع المحشيه كده تكون ظاهره. طيب ضروري قوي نعمل الحركه دي. بصوا انا هكمل بايدي، انا بس وريت لكم الفكره. حركه ايه بقى؟ ان احنا بعد ما نحشي، يعني هقول لكم على حاجه، بصوا انا هاخد كده الكوسايه دي وهبدا ان انا احشي بالشكل ده اهو. بصوا المحشيه زي ما قلت لكم الربع بتاعها بيكون ظاهر. اهم حركه ان احنا بعد ما نحشي بايدينا كده وامشي كده عليها كده من بره، علشان انا مش عايزه رز، مش عايزه رز يبقى ظاهر اهو. بصوا كده كده بس بايدي كده بايديا الاثنين امشي كده اتاكد ان الدنيا معايا نظيفه وتمام وزي الفل بالشكل ده اهو. الفرخه شغاله عندي، هي الفرخه صغيره مش كبيره، مش هتاخد وقت بالشكل ده. المقادير على فكره اللي انا قايلها لكم اللي بتاعه الخلطه ماشيه، بصوا بالظبط بالظبط. طيب طبعا انا بحط كده على طول في الحله، لكن احنا لسه هيترص، ما ده محشي بقى عايز روقان. بصوا يا جماعه، ما احنا المهم ان احنا ان انا اوصل لكم الفكره واقول لكم على حلاوه وسر الخلطه هتكون عامله معاكم ازاي. طبعا انتوا في البيت بقى تكونوا رايقين وايه ومبسوطين وحركات وبتاع. انا عايزه ابص بصراحه، بص على بص على الفرخه اهو، علشان احنا هنعمل فيها تكايه حلوه قوي. احنا دلوقتي اديناها سلقه حلوه على النار علشان نحطها في الفرن، ما نحطهاش بقى تبقى قرعه كده، لا يعني نخلي كده ايه برده شكلها حلو وتبقى واخده كده معايا لون حلو. هقول لك على تكايه حلوه قوي، شويه لبن شويه قشطه بلدي وادي كده دهنه للفرخه وحطيها تحت الشوايه في الفرن، يا على الجمال والحلاوه. لا لا هي مش قصه ان الحله بتاعه المحشي مايله، هقول لكم على ايه، بس انا مش هرص في دي. الحله بتاع المحشي علشان واحنا بنرص المفروض ان انا على طول بحشي وارص بحشي وارص، عشان انا مش بعمل كده ليه، علشان انا قلت بصراحه هغير الحله دي. هقول لكم ازاي بقى. ام يوسف، يا ام يوسف السلام عليكم. ازيك يا ام يوسف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا ام يوسف؟ الحمد لله والله الحمد لله. عايزه ابارك لابني بالنجايه. الله، ثانويه عامه؟ ثانويه عامه ما شاء الله، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب ويخليك. الف الف ما... طب ما تزغرتي له يا ام يوسف. طب مش فرحانه بيوسف ولا ايه؟ لا فرحانه طبعا. طب زغرتي؟ طب زغرتي؟ طب الله يا جامد جميله يا ام يوسف، الف الف مبروك. ربنا يوسف محمدين بالله عليك يقول اباركيلي. مين؟ يوسف محمدين. يوسف محمدين الف الف مبروك يا يوسف، وربنا يا رب يفرح كده قلب بابا وماما بيك، ويا رب دايما في نجاح وتالق على طول يا رب يا يوسف. الله يخليك يا رب. الله يخليك. شكرا لذوقك. العفو العفو يا يوسف. العفو العفو العفو. ربنا يا رب يا جماعه يفرح والله العظيم قلب كل اب وام، يعني بجد مش عارف. عايزه اقول لكم حلقه امبارح دي مش عارفه كانت من الحلقات اللي كانت معلمه كده قوي في معايا في المكالمات وفرحتكم، ولما كنت بسمع زغارتكم كده يا عيني، يعني انتوا كنتوا قد ايه فرحانين، فانا كنت مبسوطه معاكم زي ما والله كنت بحاسه ان انا في ثانويه، انا اللي في ثانويه عامه مثلا، مفيش فرق في السن قوي. والله معايا شيء دورته الحمد لله. لا انا كنت شاطره على فكره، انا كنت شاطره على فكره والله. التريقه كوش دعوه بقى جبت كام، انتوا مالكم انتوا. عايزه اوريكم طريقه الرص. بصوا هي دي ايه؟ لا دي مش محشيه ودي محشيه. طريقه الرص ازاي؟ بصوا المفروض ان احنا بنبقى ساندين كده الحله كده بالشكل ده اهو، ونبدا بقى ان احنا نرص الفلفل والباذنجان والكوسه. على فكره عادي ان هما بيتحطوا كلهم في حله واحده، تمام؟ ممكن بقى انت بقى في البيت اتفضلوا، ممكن ان احنا نحط في الارضيه ايه بقى، اللبابه بتاعه الكوسه
وممكن لو انتوا مثلا نسيتوا واترمت، ولو ان طبعا ما ترموهاش، تحطوا كمان مع اللبابة دي تحطوا شرايح طماطم، تحطوا شرايح بصل، كل الكلام ده هيدي معاكوا نكهة حلوة على فكرة، وهيتاكل على فكرة. لا بقدونس ما يتحطش قاعده ابدا يا استاذ محمد، لان البقدونس الخضره ما بتتعرضش كده على النار، البقدونس ملوش لازمه، هيتبهدل كمان، هيبهدل معايا حله المحشي اهو. بصوا بقى عشان البنات بقى اللي محشي اعمل حلقه دي، احنا على فكره عملناها على الهوا اهو عادي، يعني موضوع بسيط وسهل وما فيهوش اي حاجه. التسبيكه لو انت بتشتغلي، بصوا بقى اول ما خلاص ما المحشي كده يبدا ان هو يعدل نفسه، ما فيش مشكله خالص ان احنا نعدل الحله، هي بس الفكره ايه عشان بيبقى ساند نفسه. بصوا اهو بس لسه هياخد معايا اكتر، يعني نزنق في المحشي ما تخافوش اهو. التسبيكه ممكن قوي لو انت شغاله تشتغلي، مش هيبقى عندك وقت في نفس اليوم، هتعملي ايه؟ هتعملي التسبيكه من بالليل، تسيبيها تبرد، بس استنوا ما تحطوش عليها الرز والخضره والكلام ده، لا انتوا تعملوا التسبيكه وكل حاجه، تغسلوا الخضره من بالليل، تقطعوها، تجهزوا قبوله الرز، تخلصوا التسبيكه الصلصه والطماطم وتحطوها في بعد ما تبرد تحطوها في الثلاجه، وقبل تاني يوم بقى ساعه الغداء، قبل الغداء تطلعوها وتحطوا عليها الرز والخضره. يا ام تغريد. ايوه يا شفاء الاء، ازاي حضرتك؟ ازيك يا ام تغريد؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انت منورانا، ربنا يخليك يا ام تغريد، والله كتر خيرك. ممكن اقدم تهنئه لبنت اختي؟ ده يلا جدا، كلنا نهنيها النهارده. جهاز خالد محمد بخير. كملي. ثانويه عامه ما شاء الله. الله يخليكي، عقبال ما تفرحي بابن حضرتك. امين يا رب، امين يا رب. اسمها ايه يا ام تغريد؟ الله جميلة جميلة، ربنا يسعد قلبكم ويفرحكم. اسمها ايه؟ ربنا يخليك يا شفاء الاء، ربنا يسعد قلبك بابنك يا رب. ربنا يخليك. اسمها ايه ام تغريد بنت اختك؟ اسمها جهاد خالد. جهاد خالد. مبروك مبروك يا جهاد، مبروك يا جهاد خالد، ربنا يا رب يفرحكم بيها، ربنا يفرحكم بيها يا رب. الله يخليك. عقبال ما تفرحي يا رب. امين يا رب، امين يا رب. ألف ألف مبروك، ألف مبروك. طب احنا عايزين قبل ما نروح لفاصل أسئل المحشي، هما شافوا حلة المحشي الحلوة دي شكلها يفتح النفس ازاي؟ الله، عايزاها على صورة كده والله. شايفين الحلاوة؟ شايفين شكلها مبهج ازاي؟ شكلها جميل قوي. أنا عايزة مصفى علشان احنا عايزين نسأل فين؟ عايزين عايزين نسقي. حاضر. بصوا بقى أنا كده الفرخة على فكرة بتاعتي خلاص اهو، هعمل ايه بقى علشان اي حاجه كده تبقى موجوده في الشوربه انا مش عايزاها. بصوا الحركه دي كده بعد اذنكم وانا بسقي الشوربه، على فكره لازم تبقى مغليه بعد اذنكم، وانا بسقي بتلكك كده وبنزل كده جوه كل محشيه كده شويه شويه شوربه كده، الشوربه توصل لنص المحشي او فوق نص المحشي بشويه، يعني يبقى ربع المحشيه ربعها يكون ظاهر، ربع المحشي يكون ظاهر، ما تكتريش الشوربه، الشوربة ما بتكترش. عوزتي زودي في نص السوى عادي، ما فيش مشكلة خالص. هتسيبيه أول 10 دقايق على نار عالية لغاية ما تلاقي إن الشوربة بتغلي معاكي. خدي بالك، خدي بالك من حاجة. حاضر. خدي بالك من حاجة، المحشي ممكن قوي تقولي لا لسه أنا هقعد أزود في شوربة، ما تعمليش كده، خديها واحدة واحدة، علي النار وشوفي لما يغلي مستوى الشوربة هيوصل معاكي لإيه. تمام. انا دلوقتي هروح لفاصل، هعمل حاجه كده في الفاصل، هطلع الفرخه وهخسبها كده تهدى شويه عشان نرجع كده ندهنها بشويه قشطه ولبن. فاصل صغير وهرجع لكم تاني، استنوني يلا. شفتوا الحركات؟ ما فيش حركات حصلت، بس انا بصوا المحشي، بصوا لي على المحشي، يا سلام تحفه فظيع. انا مش قادره اقول لكم بقى طعمه والله العظيم، انا على فكره كلت منه، كلت منه على فكره يعني، بس عشان تبقوا عارفين بصراحه الصبح كده فظيع. جربوا الخلطه، مش هقول الخلطه بتاعتي عشان دي بتاعت ماما بصراحه، جربوها رهيبه رهيبه. انا عملت ايه في الفصل عشان ما فيش وقت؟ جبت الفرخه بتاعتي دهنتها، انا كنت قايله لكم احطها في الفرن، انا قلت اعملها على الطاسه، حته قشطه بلدي تمام. مسكت الفرخه طبعا، يا سلام لو تهدى شويه عشان الطرطشه بقى، نطلعها كده من الشوربه، دهنتها كده بحته قشطه وشويه سمن هيتحمروا فيها وخلاص، على كده الموضوع بسيط قوي. يا سلام اهي،
ممكن نبص بس على المحشي. المحشي لسه لازم افضل معليه النار على المحشي اللي احنا حاطين عليه الشوربه، لازم ياخد غلوه معايا، وبعد ما يغلي هنسيبه 10 دقايق، نسيب كده الشوربه تقعد تغلي. وارجوكوا ما تتسرعيش في قصه ان انت تقعدي تزودي شوربه، انا هقفل عليه لسه معليه النار. هنا الفرخه بتاعتي خلاص بتتحمر معايا. تعالوا كده، عايزه اعمل حركه بصراحه، شويه كده بقى خضره، نجهز كده الطبق اللي احنا هنحط فيه الفرخه. بصوا شايفين اهو. طب انا النهارده كنت عايزه اقول لكم، خلاص احنا يعني مش قصتنا قصه الفرخه برده، بس انا لازم برده نستنى كده لغايه ما تاخد لون التسبيكه والخلطه اللي احنا عملنا بيها المحشي. عايزه اقول لكم المقادير طلعت بالظبط، يعني كل الكميه كده بقت كانت تمام معانا. المقادير التزموا بيها، ما نافورش قوي في كميه الخضره، انا بس كاتبه لكم حزمتين من كل حاجه علشان الفتره دي الربطه قليله قوي، فانا عشان كده كاتبه لكم ربطتين، لو الربطه كبيره اكتفوا بواحده بس، ما نافورش في كميه الخضره عشان ما يطلعش معانا غامق، ما نافورش واحنا نحمر في البصل اولا عشان ما يكونش تقيل، ما يجيبش حموضه، كمان علشان ما يغمقش معانا لون المحشي. هتاكلوا شويه محشي رهاب. هنا انا مستنيه بس، احنا معانا وقت يا جماعه عشان انا عايزه استنى الفرخه تتحمر. ماشي، حلو خلاص، حلو قوي. ممكن اوريكم حاجه، الشوربه اللي انا سلقت فيها الفرخه عايزه اقول لكم تحفه اهي، خطيره جامدة جدا هتعملوا شوية شوربة مالهمش حل. وعايزة اقول لكم ما شاء الله ما كونتش معايا ريم ولا اي حاجة، عارفين من حركة ان احنا بنقعد كده ايه، ادينا تشويحة للاهي، هي دي شكلها خطير بصراحة، مركزة. وعايزة اقول لكم بقى دي هيتسقي بيها شوربة المحشي، اوعى بقى اهو. يعني انا بصراحة عايزاها تاخد لون اكتر من كده، مش عارفة احنا معانا وقت ولا لا. بصوا يعني كمان الفرخة خلاص يعني هي استوت خلاص معايا، عشان هي ما كانتش كبيرة قوي، فبصوا احنا في قد ايه، وقت بسيط قوي عملنا كده مع بعض حلة محشي وفرخة محمرة. يمكن احنا اول مرة نعمل مع بعض محشي فلفل وبدنجان، فخلاص الحلقة النهاردة خلصت. ثواني كده بس يا استاذنا بعد اذنك علشان ايه يشوفوا اللون، اللون شايفين حلو ازاي، بس انا عشان وقتي فانا هعمل ايه علشان خلاص ايه بقى بسم الله. استنوا انا هنقرب كده الطاسه دي كده مننا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يلا بينا. شكلها حلو قوي على فكره. النهارده كانت حلقتنا لذيذه، عملنا محشي فلفل وبدنجان وكوسه وفرخه محمره والشوربه اهي كده فظيعه اللي احنا سلقنا فيها الفراخ. خلاص حلقتنا النهارده خلصت، يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا ولو معلومه قد كده، والله دي حاجه هتبسطني جدا. ارجوكم جربوا كده خلطه المحشي الحلوه دي هتعجبكم قوي. اللي ما شافش الحلقه شوفوها في الاعاده ان شاء الله الساعه 8 وربع بالليل. بكره حلقتنا ايه؟ احنا بكره بقى دايما يوم الخميس كده بتكون حاجات كده ويك اند قوي، بكره حلقتنا لذيذه قوي برده، هنعمل فيها فكره، بعشق الترندات اصلي، هنعمل برده فيها فكره كده حلوه ترند وبتاع وحركات. حلقتنا خلصت النهارده، هتوحشوني، باي باي، هفتح لكم واحده، يلا بينا. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.